من أجل الرقي بمستوى التعليم الإلكتروني والعمل على مواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، احتضنت قاعة الإمام الحسن عليه السلام الورشة التخصصية الرابعة في صناعة المحتوى الإلكتروني التي نظمتها كلية الطف الجامعة بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة ودائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. هذه الورشة التخصصية الرابعة في محافظة كربلاء المقدسة اللي ضمت أربع محافظات رئيسية اللي هي محافظة بغداد، محافظة كربلاء المقدسة، محافظة بابل ومحافظة النجف. شملت كل الجامعات الحكومية والكليات الأهلية اللي موجودة بهاي المحافظات الأربعة. كان التمثيل كلش كبير مثل ما شفتوا، كانت المواد المطروقة كلش أيضا أكتف فعالة. واحدة من المواد اللي أطرقناها اللي هي البرنامج الإلكتروني لكلية الطف الجامعة أو النظام الإلكتروني إلى البيئة التعليمية اللي صممناها ورح نطلقها إن شاء الله مع بداية تعليم العام الدراسي 2019-2020، ورح يتم تدريب كل الأساتذة والطلبة على هذه استخدام هذه البيئة التعليمية. العتبة العباسية نشكرها الشكر الكبير كما حققت هذا في كلمتي، قلت أنه نحن نشكر العتبة العباسية لاستضافتها هذه الورشة العمل، وآمل إن شاء الله أن تكون لنا معهم لقاءات متعددة في المستقبل بإذن الله. تضمنت الورشة برامج تخصصية بمنصات التعليم الإلكتروني التي شارك فيها عدد من ممثلي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى الفريق الوزاري لدائرة البحث والتطوير، كما أنها استعرضت منهاجا تفصيليا، وذلك بتقديم البرنامج الخاص لمشروع التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية ومدى أهميته. نحن اليوم في قاعة العتبة العباسية في ضيافة العتبة العباسية لإقامة ورشة العمل الخاصة بالتعليم الإلكتروني لإعداد المحتوى الرقمي. هذه الورشة يقيم بالتعاون بإشراف إدارة البحث والتطوير في وزارة التعليم والبحث العلمي، وبالتعاون مع الفريق الوزاري. طلعنا من خلال تواجدنا بهذه الورشة على إنجازات كلية الطف الجامعة، وإنجازات مركز الكفيل كذلك. كلية الطب بدأت مرحلة متقدمة بالعمل بنظام التعليم الإلكتروني من خلال نظام المودل، والمراحل المتبعة بإنجاز هذا النظام من إعداد الإيميلات وإعداد المقررات الدراسية وإعداد التدريسين. مواكبة المستجدات والحداثة الحاصلة في التعليم هو جل اهتمام العتبة العباسية المقدسة إلى احتضان هكذا ورش، كونها تسهم في تطوير التعليم في البلاد والرقي به وصقل المهارات الشخصية والوظيفية.